أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وأن المناقشة العامة التي جرت في مجلس النواب لمناقشة ارتفاع الأسعار تعد فرصة مناسبة لإطلاع المواطنين على أهم الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمود أحمد مجبل مدير إدارة الاتصال والتوعية في وزارة الصناعة والتجارة. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثامنة. ما هي أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الرقابية في وزارة الصناعة والتجارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان انسيابية العمل في الأسواق التجارية؟ في البداية نشكر تلفزيون البحرين على إتاحة هذه الفرصة لنا للحديث عن دور وزارة الصناعة والتجارة في مراقبة الأسعار. طبيعة الحال حرصت الأجهزة الرقابية المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لضمان عدم وجود أي تلاعب بشأن أسعار السلع والمنتجات أو وجود غش تجاري أو وجود عروض وتخفيضات غير صحيحة. ولا زالت الوزارة مستمرة في الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات الفورية الحازمة والرادعة ضد أي مخالفات. نعم سيد محمود، على الصعيد العالمي هل هناك أي مؤشرات انخفاض أسعار السلع العالمية خلال الفترة القادمة؟ نعم أخي الكريم، بكل تأكيد فإن أسعار السلع العالمية تشهد انخفاضا بحسب ما أشارت إليه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، حيث انخفض مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية بنسبة 17.9% مقارنة بمؤشرات الأسعار في مارس 2022. وأحب أوضح نقطة مهمة، لأن النظام الاقتصادي في مملكة البحرين هو امتداد للنظام الاقتصادي العالمي والذي يتميز بحرية العرض والطلب والوفرة والتنوع في السلع والمنتجات الاستهلاكية، والتي تتأثر بعوامل متعددة من أهمها تكلفة التشغيل والنقل والشحن والاستيراد والتأمين والظروف الموسمية، إلى جانب الحوادث والكوارث وتقلبات الطبيعة. نعم سيد محمود أحمد مجبل مدير إدارة الاتصال والتوعية في وزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.